Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El ihva vel ehavat. Kunna nedrusu kitabel minhaj fil kavaidi vel i'rab. Cina ila bahsi el ef'al en nakısa. Kullun yarif ma hiye el ef'alun nakısa. Velakin hazel kitab yulakhisu kavaiden nahvi bi şeklin hatta kethir minel ulema la yarifune ba'del yani mesail es-sagira. Aleyse kezalik. Ev mekniye yani. Hiye yani el-ef'alun nâkısa. Ef'alun la yetimmu ma'naha bi mucerredi zikri ismin merfu'in ba'daha. Yani el-ef'al elleti la tetimmu ma'naha la yetimmu ma'naha bi zikril fa'ili fakat yani. بل يأتي على الجملة الاسمية كما تعرف كما هو الشأن في الأفعال التامة مثل جلس الطلاب جلس فعل تام يتم معناه بالفاعل بل لابد لها يعني للأفعال الناقصة من منصوب به تتم الفائدة مثل كان الصيف هذا لا يتم قائضا çok şiddetli. Kaiz. Hakeza arif. Tamam. Çok sıkıcı. Bir lügat Türkiye. Hakeza arif. El mana. Ve yulahazu düşünülür. Yani bu önemli. Ennel merfu'a vel mansubel vaki'in ba'de kâne fil misalil mutekaddimi yani kâne sayfu kaizan huma fil asli mubtedeun ve haber. Hakeza. Es-sayfu qa'idun. Fekennel cümletel ismiyye ruknaha el-mubtede vel-khabar yani. Ve innemâ dehalet kâne yani el-ef'alun nâkısa ala hâzihil cümle el-ismiyye min ecli cerri zemeniha ilel-mâdî. Kema tarifun la alâkate biz-zemen fil-cumelil-ismiyye. Velâkin hînemâ câet dehalet kâne وأخواتها على الجملة الاسمية تجر زمنها إلى الماضي زمن الجملة الاسمية. أستاذ يعني لم أفهم المثال جلس الطلاب لأنه يعني يتم بفاعله ولكن يقولون أنه لا يتم. أخي جلس الطلاب يتم. يعني هل لا يمثل بأفعال الناقص؟ لا 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 أخي هذا للأفعال التامة. أخي قال كما هو الشأن في الأفعال التامة الأفعال التي لا يتم معناها بمجرد ذكر اسم مرفوع أخي كما هو الشأن في الأفعال التامة يعني الشأن في الأفعال التامة يتم معناها كيف نقول باسم مرفوع يعني لم أفهم هذا أنت لست كمثل فلان هكذا أقول يعني الله شلده أبت صريح المعنى صريح باردان النشاط لا يقول الافعال الناقصه ليست كالافعال التامه يعني هذا يقول يعني ويذكر الامثله يعني للافعال التامه وللافعال الناقصه تمام وهذا معنى قول النحات كما تعرف علماء النحو ان الافعال الناقصه تدخل على جمله اسميه لماذا لتقيد إسنادها الإسناد الحكم في المنطق بوقت مخصوص أو حالة مخصوصة حالة مثلا أصبح رجل نائما تمام يعني في الصباح قام نائما يعني فهمتوا هذا الحالة المخصوصة الزمن المخصوص مشهور يعني مثلا على الأقل في الماضي يعني على الأقل كان تقيد الإسناد بالماضي يعني الحكمة مثل كان النسيم عليلا نسيم عليل يعني مريضا الآن أصبح هذا الحالة مخصوصة أو أوقات أضحى أصبح صباح أضحى ضحى ظل تمام ظل يعني وأمسى أمسى يعني بات يعني بمعنى الليلة
تقيد الإسناد بالأوقات التي تشير إليها. تمام؟ يعني وهي الصباح والضحى والمساء. وظل بمعنى أظن يعني حينما يكون الظل قائما يعني. أليس كذلك؟ ها إلى آخر. وكثيرا ما تستعمل بمعنى صار. يعني لا يستعمل فقط في بمعنى يقيد الإسناد بالأوقات التي تشير، بل يكون معنى صار فقط، يعني كمثل صار لتحويل الحال. هذا هو لتحويل الحال. شكرا. صار تفيد التحول، يعني هؤلاء تحول، يعني هذا هو. مثل صار الطحين خبزا، هذا هو الطحين يعني خبزا أكمك. دام، هذا لا يشبه هؤلاء، لا تشبه، تفيد الحدث. الحدث بمعنى يعني أنتم تعرفون الحدث بحالة مخصوصة، مثل اشتهيت ما دمت طالبا. يعني بمعنى إذا تركت أن تكون طالبا لا تشتهيت، هذا الحدث دوام. وتسبيقها دائما ما المصدرية، ما دام، يعني تأتي قبل دام ما المصدرية الظرفية كما رأيت. برح أيضا من أفعال ناقصة. انفك يعني نفس المعنى، يعني في اللغة التركية يدوم دام. زال فتئ تفيد الاستمرار، يعني أربعة أفعال ناقصة تفيد الاستمرار. ويشترط أن يتقدم نفي أو نهي، يعني قبل هؤلاء الأربعة تأتي دائما نفي أو نهي، ليس للنفي. يعني ما برح، ما انفك، ما زال، ما فتئ. ما زال زيد يشتهيت، أو ما زال زيد مسرورا، ليس للنفي. سبحان الله، ليس كمثل أفعال الناقصة يعني. ويلحق بليس، ليس من أفعال الناقصة، وأيضا يوجد أفعال ملحقة بليس. أربعة حروف للنفي: ما، لا، لات، إن. إنهم إلا يخرصون. لا هنا للتحقيق أظن. إنهم إلا يخرصون. نعم استاذ، هنا للنافية يعني. تمام، لا نافية. ولكي تعمل هذه الأحرف، هذا شرط مهم، يعني ما، لا، لات، إن، يعني اشترط كونها كمثل ليس، شرط مهم. ما هي؟ ولكي تعمل هذه الأحرف عمل ليس يشترط فيها شروط كثيرة، فلذلك يمكن أن ننسى، فقط يبقى في الذاكرة بأن هؤلاء الأربعة من الأحرف يمكن أن تكون كمثل ليس يعني، وهي نادرة. وأشهرها ما، يعني حرف ما للنفي، مثل ما أنت كسولا، كمثل ليس يعني. ها الآن يأتي شيء مهم، شيء مهم. ما هو؟ وتوجد الباء الزائدة كثيرا في خبر ليس، في خبر ليس تأتي الباء الزائدة كثيرا، لا في كل وقت. وما في خبر ما أيضا، مثل ليس أخوك بمخطئ. تمام. وما زيد بقائم. تمام. للما كاد، أفعال المقاربة هذا من جنس أفعال ناقصة كما تعرف. كرب أو شك تفيد المقاربة، نحن نسميها أفعال المقاربة. ويشترط في أخبارها، هذا أهم المهام وإلا لا تفيد المقاربة، أن تكون جملا فعلية ذوات أفعال مضارعة. يعني كرب
يبدأ حفيدي يمشي. يوجد إذن كاد الفقر أن يكون أفضل. كاد الفقر هذا هذا يعني. أنتم فهمتم يعني أنتم تعرفون. عشاء أيضا ثلاثة يعني أفعال أخرى من جنس الأفعال الناقصة. حرى إخلولق نفس المعنى يعني ترجي تفيد الرجاء، ويشترط فيها ما يشترط في كاد وأخواتها، يعني بمعنى ينبغي أن يشترط في أخبارها أن تكون جملا فعلية ذوات أفعال مضارعة. شرع كأنه للبدء، أنشأ طفق بدأ أخذ أخذ يمشي يرمي başladı. تفيد الشروع في العمل، ويشترط فيها ما يشترط في عسى. هذا مهم. عسى وكاد وأخواتهما، يعني ينبغي أن تكون أخبارها جملة فعلية. ملاحظات أظن أهم هذا. بعض هذه الأفعال جامد ليس بمتصرف، لا يأتي منه إلا الماضي، لا يأتي المضارع والأمر وكذا. ليس وعسى. هل يلحق به ضمائر؟ يلحق به ضمائر؟ هل يلحق به ضمائر؟ نرى أخي. أولا نأتي يعني نقرأ الملاحظات. بعضها إذا استعمل في غير صيغة الماضي لم يعد فعلا ناقصا، هذا أهم. فقط في صيغة الماضي بعضها يكون من الأفعال الناقصة، مثل بدأ. يبدأ لا يمكن أن يكون من الأفعال الناقصة. وبعضها يستعمل ناقصا في حالتي الماضي والمضارع فقط، لا في حالة الأمر. كاد أو شكا، سبحان الله، تكون ليس، الله الله، هذا أهم المهام، ليس فعلا، حرف نفي في مثل التركيب الآتي: ليس يسقط المطر. يعني إذا لم تأتي يأتي الاسم ولكن أتى بفعل بجملة فعلية يكون حرفا لا من الأفعال الناقصة. تحشر كان زائدة، كان تأتي زائدة بين كلمتين متلازمتين، تمام؟ يعني مطلقا كان تأتي كزائدة بين كلمتين متلازمتين. متلازمتين يعني لا يعني تنقطع كلمتين، يعني لا توجد قاطعة بينهما. ويكثر ذلك بين ما التعجبية وفعل التعجب. ما كان أجمل الضيفة، كان زائدة هنا لأن كان من الأفعال الناقصة ولكن هنا زائدة. إذا خرجت هذه الأفعال الناقصة عن معانيها، يعني عن معانيها التي ذكرت لها، هنا ذكرت جميع المعاني للأفعال الناقصة، يعني أفعال المقاربة، أفعال الشروع، وأفعال الترجي وأمثالها، وتضمنت معاني الأفعال التامة، تمام؟ أصبحت أفعالا تامة. كما مثال هذا، لو أريد من كان معنى وجد، تمام، وجد، ومن زال معنى انزاح، ayrıldı manasına yani ortadan kalktı، فعندئذ تكون تامة، تكون تامة، ويكون المرفوع بعدها فاعلا لها لأنها كانت من الأفعال التامة. مثل زال البأس، يعني الحرب، زالت الحرب وزالت المصيبة بتي. وشرع الأستاذ في إلقاء الدرس، هنا شرع بمعنى الشروع، يعني بمعنى الأفعال التامة، يعني بمعنى الفعل التام. والقاعدة الملاحظة السابعة: كل هذه الأفعال الناقصة وما بمعناها، يعني أفعال الشروع، أفعال المقاربة، وما تصرف منها ماضيا كان أو مضارعا،
لأن كل معظمها لا تأتي بصيغة الأمر. مضارعاتها وأوامرها إذا جاءت والمشتقات منها تمام ومصادرها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها. هذا هو قاعدة أفعال الناقصة. وتنصب الخبر ويسمى خبرها إذا لم تكن أفعالا تامة. إذا كانت أفعالا تامة تأتي الفاعل أو المفعول. يعني يمكن أن نقول إذا يوجد قبله ماء إذا يكون نافية إذا يكون من الناقصة، وإذا يكون بدون ماء يكون من الأفعال التامة. مثلا لا لا لا، هذه ليست قاعدة، لم تذكر هنا، لم تذكر هنا، يعني ذكرت ملاحظات جميعا هنا، يعني لا تخرج عن هذه الملاحظات. يعني مثلا يقول زال البأس هنا لا يوجد ماء ويكون من أفعال التامة. لا لا لا، يعني أخي أنت تعرف، يعني أنت تكرر القاعدة. أي قاعدة؟ قال انفك برح زال فتئ يشترط أن يتقدم نفينا بنهي. إذن لا يعني لا نكرر نفس القاعدة، يعني البتة، يعني إذا لم يأتي قبلها أي نفي أو استفهام هذا يكون يعني فعلا تام، أليس ذلك؟ لا تخرج عن الكتاب. ولكن نقرأ واحدة من يعني كيف نقول أمثلة مهم جدا. سأدافع عن وطني ما دمت حيا. ما دمت كما تعرف يعني الحدث ما دام هذا الحدث مستمرا. سأدافع السين للتشويف يعني للاستقبال، يعني فهمتم؟ في التمرين الإعراب الرابع وجدتم؟ نعم. قبل الصفحة؟ نعم. بعد الصفحة عفوا. سأدافع السين للتشويف. أدافع مضارع مرفوع تعرفون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، كل يعرف هذا. عن وطني جار ومجرور متعلقان بأدافع، ووطن مضاف، والياء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. فهمنا أليس كذلك؟ ما هذا مهم، هذا مهم. ماذا قلنا في دام تفيد الحدث ولكن بحالة مخصوصة، شرطها وتسبيقها دائما ما المصدرية الظرفية. هذا أهم المهام، القاعدة الأصلية، الشرط الأصلي. ما مصدرية ظرفية، دمت دام فعل ماض ناقص مبني على السكون. دمت بسبب الضمير كما تعرف المتصلة لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل في محل رفع اسمه، حيا خبره منصوب. ما هذا مهم، المصدرية واسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل نصب على نيابة الظرفية متعلق بفعل أدافع. والتقدير سأدافع عن وطني دوامي حيا، هذا أي مدة دوامي حيا. ملاحظة، هذا مهم، يخطئ بعضهم كما محمد الأعراب فيظن أن ما هي للظرف، يظن أن ما للظرف لأنه يجدها تقابل كلمة مدة، يعني يقابل كلمة مدة في التأويل، وهذا خطأ لأن ما حرف وليس ظرفا. ظننت هذا قبيل. ولأن كلمة المدة الموجودة في التأويل تزاد لتشعر بمعنى الظرفية بشكل أقوى. هذا المعنى الذي يتضمنه المصدر الدوام بشكل ضعيف. ومن الواجب ألا تضع كلمة مدة في التأويل. ماذا وضع
وقتي مدة دوامي هكذا قال لأنها تكون عندئذ هي الظرف يعني ما هي الظرف ويكون المصدر دوام في محل جر بالإضافة مع أن الواقع خلاف ذلك فالمصدر دوام هو نائب الظرف سبحان الله ملاحظة يوجد ملاحظة أخرى إذا أردتم يعني تريدون نعم يعني التمرين الثاني عشر عسى الله أن يغفر لي عسى فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر الله لفظ الجلالة اسم عسى مرفوع عسى كمثل يعني لأنها من الأفعال الناقصة أن هذا مهم حرف مصدرية ونصب يعني تنصب يغفر مضارع منصوب بأن والفاعل ضمير مستتر تقديره هو لي جار ومجرور متعلقان بيغفر أن المصدرية هذا أهم وما بعدها بتأويل مصدر غفران يعني عسى الله غفراني وهذا المصدر بتأويل مشتق غافرا تمام غافرا يعني عسى الله غافرا خبر عسى في محل نصب خبر عسى ملاحظة في هذا المحل وما شابهه يكون التأويل بالمصدر غير واف بالمعنى إذ لا معنى لقولنا عسى الله غفرانا غافرا ينبغي أن يكون كما لا يمكن أن يتألف من الاسم والخبر بهذه الصورة جملة مفيدة عند نزع الفعل الناقص إذا نزعنا الفعل الناقص لا يكون جملة تامة فلا يقال الله غفران بل الصحيح أن يقال الله غافر ومعنى ذلك أنه يجب تأويل المصدر المؤول بمشتق بمعنى شبه الفعل مشتق بمعنى شبه الفعل حتى يستقيم المعنى كما رأيت غافرا أو مغفورا أو غفيرا أو أمثاله يجب أن يشتق منه اسم الفاعل نعم والمفعول نعم وصفة مشبهة جزاكم الله خيرا كثيرا وعلمنا الله علما نافعا جئنا إلى أفعال المدح والذم والتعجب هذا موضوع مهم أيضا يختلط علي دائما رغم أننا قرأنا في مسألة المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول تمام أفعال التعجب يعني أفعال التعجب جدا أفعال التعجب